بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وإذا مرضنا شفانا. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، موقع زيو سيرتي والمشاهدين في كل مكان، أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك بعنوان وقفات مع فيروس كورونا. فالله سبحانه وتعالى يرسل جنوده، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. قال تعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر. فالله سبحانه وتعالى يرسل جنوده في الأرض تذكيرا وموعظة للبشر. فإذا طغى البشر وعصوا الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل جندا من جنوده، ومرضا أو وباء، ليبتلي هؤلاء لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. احنا كنشوف العالم خايف، العالم في خوف وهلع وقلق بسبب فيروس، بسبب هذا المرض الذي انتشر بقوة وانتشر بسرعة في العالم. فقد أصاب من أصاب ومات من مات، ولكنهم لا يتضرعون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فقدرة الله سبحانه وتعالى في الأرض وعظمته، فهو الذي يريهم عظمته وقوته. فالله سبحانه وتعالى أرسل بعوضة، الله سبحانه وتعالى أبعث بعوضة دخلت للنمرود الذي كان يدعي الألوهية والربوبية. فلما نمرود تجبر في الأرض، الله سبحانه وتعالى أرسل له بعوضة ناموسة ودخلت في أنفه إلى دماغه، وكان الناس يضربونه بالنعال باش تسكت هذه الناموسة. إذا الله سبحانه وتعالى دمر وقتل نمرود الجبار، الملك الجبار. فالله سبحانه وتعالى كيرسل الجنود ديالو في الأرض باش لعل هذا الناس يتعظوا، لعل هذا الناس يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قوي، ولكن الإنسان ضعيف. العالم كامل ما يقدرش يحارب هذا الفيروس، فيروس كورونا، لأن الإنسان ضعيف. ولكن الله سبحانه وتعالى إلا بغى هذا الفيروس يحيدو، غادي يحيدو فيه وقت وجيز. ولكن الإنسان ضعيف، ومع ذلك ما بغاش يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذ لابد علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه، وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رجب، وهو من شهر الحرم. فالله سبحانه وتعالى ميز الأشهر الحرم على
باقي الشهور. والله سبحانه وتعالى كيرسل الجنود ديالو لعل الناس يتضرعوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والبأساء هو الفقر والضيق في العيش، أما الضراء فهو المرض وجميع الأسقام. لعلهم يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. إذن كيف نقي أنفسنا من هذا الفيروس، من فيروس كورونا؟ حنا كنسمعوا في المواقع الاجتماعية وكنسمعوا الأطباء كينصحوا الناس أنهم خصهم يغسلوا اليدين بالصابون والماء. حنا عندنا في الشريعة ديالنا كنتوضاو 5 مرات في اليوم وأكثر، وكنغسلوا اليدين قبل الأكل، وكنغسلوا اليدين بعد الأكل. كيفاش يجي واحد ينصح المؤمن؟ المؤمن دائما كيحافظ على الطهارة، المؤمن كيحافظ على النظافة. إذن الإنسان ما غاديش يجي المؤمن ينصحه، المؤمن كيعرف أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه الوضوء، الله سبحانه وتعالى فرض عليه النظافة، المؤمن دائما نظيف، المؤمن كيغتسل 5 مرات من ناحية الوضوء، وكذلك كيغتسل في كل يوم الجمعة. المؤمن لما كيمشي يوم الجمعة كيمشي نظيف، وكذلك في أوقات الصلاة وكيمشي نظيف إلى المسجد. حتى المؤمن إلى كلا الثوم أو البصل ما كيدخلش الجامع. الإسلام ديالنا علمنا أن أي واحد كلا الثوم أو كلا البصل ما خصوش يدخل المسجد. النبي عليه السلام كيقول لي كلا الثوم والبصل فليعتزلنا أو يعتزل مسجدنا. إذن حتى الإنسان إلا حس بنفسه أنه مرض، سواء بهذا المرض أو شي مرض معدي، وما خصوش يدخل المسجد. لأن إلا كان المؤمن كيمشي كيصلي مع الجماعة وكيصلي الجمعة، إلا مرض يبقى في داره، فالله سبحانه وتعالى كيكتب ليه الحسنات، كيكتب ليه أنه حاضر في المسجد. إذن الرسول كيقول أي المسلم إلى مرض أو سافر فالله سبحانه وتعالى كيكتب له الحسنات، أنه راه حضر في الجامعة أو حضر في الجمعة. وكذلك الإنسان إلى حس أنه مريض وما خصوش يمشي للتجمعات، ما خصوش يجتمع مع الناس، لأنه خصو يحب لنفسه ما يحب لأخيه المسلم. فإنه سلم كيقول في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن خص يحب النفس هذاك الشيء اللي كيحب لغيره، ما غاديش يمشي يأذي الناس. لابد الإنسان خصو يشوف نفسه إذا كانت فيه الحرارة، إذا كان كيعطس، إذا كان النفس ديالو كيسيل. إذن ما خصوش يحضر التجمعات، وما خصوش يحضر الأماكن اللي فيها الناس. والمؤمن لما كيتوضأ وكيستنشق لنا سلم كيقول في الحديث الصحيح: إلا مشي توضأ فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. المؤمن كيتوضأ 3 المرات، الأعضاء مثلا اليدين 3 المرات، النيف 3 المرات، الفم 3 المرات. لأن إلا كان مثلا في النيف شي فيروس كيخرج. إن هذه الوقاية خص الإنسان دائما يحافظ على النظافة، يحافظ على الطهارة، يحافظ على الوضوء، يغسل يديه قبل الأكل وبعد الأكل.
إذن أما إحنا كما علمنا الدين ديالنا خصنا نحافظوا على الطهارة ونحافظوا على الوضوء. إذن الإنسان إلى أعيد وأكرر أن إذا كان مريض وحاس أن مريض وخاصة بهذا شي مرض معدي ما خصوش يأذي أخوه في أي مكان ويحاول ما يحضرش. وأنصح الإخوة والأخوات باش ما يسمعوش الأخبار والإشاعات اللي كتروج. كان شي إشاعات وأخبار كان صحيحة وكان كذب. إذن راه الناس عطوا لهذا الفيروس ما لا يستحق مبالغة. إذن باش كونوا الرعب والخوف في المجتمع في الأفراد في المدن في الدول. إذن أعطوا لهذا الفيروس في الحقيقة ما لا يستحق. الناس بلغوا بزاف وكان شي فيديوهات كيتنشروا كان شي واحد يصيفط لك أوديو كان شي مسائل أنهم في الحقيقة ماشي صحيحة والناس كيصدقوهم وكيقولوا هذا الشيء صحيح مع أن لأن الشر الأكثر والناس كيخاف. إذن فخص الإنسان يطمئن والإنسان يعرف أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأي حاجة إلى ما قدرها الله سبحانه وتعالى أنا ما غاديش تقيسك. خص الإنسان يطمئن أرى هذا الفيروس ماشي كيقتل أرى الأجل الإنسان كيموت بالأجل ربما الإنسان يمرض سنين إلى ما جاش الأجل أرى ما غاديش يموت والأجل بيد الله سبحانه وتعالى. خص الإنسان غير يطمئن ويأخذ من أسباب الوقاية وكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء ودبر الصلوات والله سبحانه وتعالى غادي يحفظه. إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا المرض فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيه أو إذا وصل الأجل دياله فالله سبحانه وتعالى يميته ويحييه. وأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم فاللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.